مرحبا بك دكتور فضل، حميد فضل على موقع البطوله.com. دكتور، بغينا نعرفوا الحاله ديال لاعبي فريق المغرب الفاسي، واش هناك اصابات ولا الحاله الصحيه كلها جيده؟ الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبه للاصابات ديال فريق المغرب الفاسي فهي اصابات خفيفه، لحنا وصلنا باش نداولهم ويوصلوا لواحد المستوى الحاله الصحيه باستثناء اللاعب باسل اللي تعرض لواحد الاصابه خفيفه، وان شاء الله نهار ديال المقابله ان شاء الله يكون في مستوى صحيا كبير، وجميع اللاعبين لا من ناحيه مصطفى الغراني من ناحيه الحياطي من ناحيه الباسل غيكونوا ان شاء الله في اتم استعداد، يكونوا واجدين نهار المقابله الاحد ان شاء الله. كنعرفوا الدور ديالكم ماشي غير في المساله الصحيه ولكن حتى في النفسيه، واش اللاعبين جاهزين نفسيا؟ بيان سور، دابا ما بقاش المشكل ديال كاين المشكل ديال الحاله الصحيه، كي كاين المشكل اللي هو كبير هو المشكل الحاله النفسانيه، لانه هنا خصك تاثر اللاعبين الحاله النفسانيه الاعصاب ديالهم يبردوا هذه المقابله ويكونوا سوغ لو بروب سيكولوجي الفي باش يوصلوا لواحد المستوى كبير، وان شاء الله على حسب كيف تشاهدوا ان اللاعبين هنايا راه في اتم استعداد النفساني وعارف المقابله بانها صعيبه ويدخلوا المقابله كمقابله عاديه ويكونوا ان شاء الله في المستوى ان شاء الله. شكرا سي حميد، كنت على موقع البطوله.